السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أيضا كمان حصان عند زلمة محترم ضاربينه سكينة الآن حسب ما وصف لي. المهم جايب مش جايب بيطري مش بيطري والله ما فهمت. فأنا الناس يعني كيف دائما ما بعد العلاج وتجيبوا هاي بيعتزوني في الحالات الضرورية بروح أنا يعني في يعني أول الحالات هم بيجيبوا ما زبطش العلاج بيجوا الجماعة والزلمة يعني جاي وجايين عند الدار كان يستنى في وكلنا حرام نروح نساعده ونشوف شو بنقدر نسوي للحصان. بده الحصان يمكن بده غرز إن شاء الله خير. وهاي وصلنا كفر نعمة ولا كفر نعمة فيها جبال حلوة. بس وعد وعدها قوي هون تحت بطلع وين الشجرات وبرك الفواكه هناك بالمخبة تبعها هناك في المغارة هناك ومغارة هنا هسه شو بالضبط قصته ضربه موس؟ ضربه موس موس هان بركبته شايف موس في بطنه موس في بطنه هاي شايف ضربه مصيبة ما حول الله يا رب نمشيش ولا ندفع لبرا هيك هان طيب 16 في عندك مي توكسجين؟ كثير مي توكسجين البلد هان هاي ضربوا الحصان سكينة وانت بتتفرج كده بسم الله هات اشوف ثاني الدواء الثاني نحاول نمنع قديش نقدر ما يجيش الذبان يهدي هان الذبان اللي بدها تيجي بده ينتقن ابوها وتلزق هان بتقدري في عنده شو اسمه كزاز ضد التسمم والله ما بعرف اذا عنده كزاز جيب له واحد يضربه اياها اذا بتلاقي عنده اعطيه احتياط بجيب لك عند دكتور اسمع اذا بتلاقيش ما انت بتقول جبته هذا الدكتور جبته انت هان لا هذا الدكتور البيطري بس هذا دكتور عام بجوز له طيب حكيته حرام شاف الحصان هيك يخليه يسرش طيب المهم عند دكتور سعد حكيته هيك ذهب هاي خلي لي دائما هيك ملان من هذا الجزء هسه بس يبلش يجاوب مع المضاد الحيوي وبلش الجروح ايش ينحل ينظف برا ان صار انتفاخ بتحكي معي بس انا خليت من كله اي وعي كل جروح تنفيسه ما بديش اسكره 100% هيو بنقص من هذا بهمش هو خلاه خليه انا خليت برضه هاي مشان اذا في شيء جوا ما احنا مناش هاي ضل تطلع هوا اكيد خليها نشوف شوي خلوش وين الرسام قديش طولها بجوز 3 متر اذا مش ازرق لا تجي شلونها سودا منيح شردت ايوه لما تشوف حي يضلك شارد يلا تقرصش هذه حي يفسخه تصير ماشي على كمل له البنسلين